حضرة النبي، مدد يا رب مدد، اللهم صل على حضرة النبي، يلا شندويلي صل على حضرة النبي، الله أكبر، اللهم صل على حضرة النبي، مدد يا رب مدد، صل على حضرة النبي، يلا صل على حضرة النبي، الله أكبر، يلا يا عمرو بالصلاة على حضرة النبي. يلا بالصلاة على حضرة النبي يلا. يلا بالصلاة على حضرة النبي. يلا بالصلاة على حضرة النبي. صلي 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 صلي. اللي صلى على النبي يكسب. ودي النبي كلها معاك. اللهم صل على حضرة النبي. عليه افضل الصلاه والسلام. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيكي، نورتينا. ده نورك، ده نورك. قولي لنا بقى، يعني كلمينا عن الجمال اللي انت عاملاه كل يوم، ما شاء الله في تطور كده مستمر في المطبخ بتاعك. اللهم لك الحمد. احنا النهارده احنا طبعا حضرتك عارفه ان احنا مائده رحمن طول السنه. أيوة. عايشين على نفحات ربنا سبحانه وتعالى اللي ربنا يديهولنا، شغالين بين الناس الطيبه. صحيح. النهارده بقى عندنا النهارده محشي ورق عنب، عندنا مكرونه ولحمه وملوخيه. بلدي طبعا، اللهم لك الحمد، بلدي بلدي، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد. ايوه اللهم لك الحمد. الناس بقى تطلب المحشي كده، يعني بيبقوا فرحانين جدا بالمحشي، فرحانين جدا. اللهم لك الحمد. ودي حاجه عايزه برضو عرفينا برضو من الثانيه اللي انت بتعمليها، يعني غير الاكل، حلو ايه؟ حلو. احنا الحمد لله، احنا الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد. عندنا ترميم المنازل، احنا بنوضب البيوت اللي في اي شقه اتحرقت، اي شقه اتحرقت في امبابه بنسلمها على المفتاح. جميل. اي بيت ما فيش ميه بندخل له ميه. اي عريس وعروسه في المنطقه هنا بيبقوا عايزين مش قادرين يتجوزوا، فبيجوا هنا يقولوا يا ام احنا عايزين نعمل فرح ومعناش فلوس نعمل فرح. انا بعمل لهم الفرح لحد ودي العريس والعروسه لحد البيت واسيبهم وامشي. تعملي لهم الفرح؟ بعمل فرح بالمأذون بكل حاجه، بشيل كل حاجه. الجهاز كله كله؟ لا جهاز لا. دولت بيجوا لي عايزين يعملوا يتجوزوا مش معاهم فلوس يعملوا فرح. ايوه. انا بقوم بالفرح بالكامل بفضل الله سبحانه وتعالى. بتعملي ايه بقى في الفرح؟ لحد جه قال لك مثلا انا عايز اعمل فرح. بعمل بص بعمل له القاعه دي، بقومها بعملها قاعه افراح، واعمل له الاكل على حسابي. المكان هنا؟ المكان هنا بيبقى قاعه افراح. جميل. واعمل الفرح على حسابي، واجيب دي جي، واجيب فرقه. ايوه. واجيب عربي الزفه، واعمل اكل، واعمل بوفيه شاي، واعمل كل حاجه بفضل الله سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد. انت كنت بتعملي ايه في الايام العاديه كده بس، وفي رمضان الفطار؟ احنا طول على طول وجبه غدا زي ما حكيت لك كده يوميا طول السنه. اليومين دول انت شفت حاجه الفطار؟ بقيتي تعملي فطار وعشاء؟ لا، عربيه الفول احنا عملنا عربيه فول بتدعم معانا الخدمه هنا، يعني الحمد لله رب العالمين. عشان دي بمناسبه المدارس ولا بمناسبه عشان المدارس، يعني فرح الاطفال بتاع المدارس. بدل ما العيل يروح يشتري السندوتش ب 5 جنيه وابوه مش قادر، يعني ب 10 جنيه، انا ماكله ببلاش، اشيل العبء عن اهله، وفي نفس الوقت يعني ايه، يعني كسبنا اجر، يعني الحمد لله رب العالمين. جميل. وبتعملي ايه كمان مع عربيه الفول؟ احنا بنعمل عربيه الفول دي كامله من كله، يعني عاملين فيها طعميه وفول وجبنه. ما شاء الله. اللهم لك الحمد. والعشاء بقى بتعملي حواوشي وشاورما في الكلام ده؟ طبعا الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد. بس العشاء مش دايم على طول، عشان مش هقدر اعمل غدا وعشاء ثابت وعشاء كمان ثابت، فما بيجي لنا نفحات زياده بنعمل، يعني لو ربنا ادانا خير هنعمل ان شاء الله. والله احنا القصه كلها ان ربنا يدينا خير واحنا نشتغل 24 ساعه. انا عندي جروب بتاعي الحمد لله رب العالمين ما يقلش عن 35 عامل متطوعين معانا، بنت طباخين وسفرجيه وكده. لو ربنا جاب لنا رزق والله ما والله ما هنقعد ساعه من غير شغل، بس ربنا يجيب لنا رزق. بس معتمدين على التبرعات اللي بتيجي من اهل الخير. بس كده قصتي كلها في التبرعات النفحات اللي بتجيلي. ربنا جاب لي نفحات بتخلينا شغالين 24 ساعه، اللهم لك الحمد. ايه اكتر فتره النفحات بتيجي فيها كتير مثلا، او اللي انت مزهوله؟ رمضان، رمضان بس، والله رمضان بس. لكن اليومين دول الظروف صعبه علينا قوي، بس ماشي بتستر من عنده هو، يعني اللهم لك الحمد. طب المحشي مش بتلاقوا فيه صعوبه ان انتوا مثلا المحشي؟ طبعا عارفين الست البيوت يعني بياخدوا فيه وقت وجهد كبير. لا لا لا، احنا احنا بنحب المحشي اصلا، احنا عشان احنا بنحب المحشي فبنحب ناكل الناس محشي. ونفحة ورقة عنب جات لي، لما الورق العنب جالي لازم الناس تاكل محشي وتفرح. طب ما انا ممكن اقدر اوزعه ني،
لا انا بحب اكل الناس مقلومه سخنه، يعني انا بستمتع وانا باكل الناس اكل سخن يعني. بس فالموضوع كله يعني احنا بنحب نفرح الناس يعني، اللهم لك الحمد. يعني كنت بتقل لحد دلوقتي. يا نهار ابيض، احنا بادئين الموضوع بباجور وثلاث حلل. بالصلاه على سيدنا النبي بقت مطبخ كبير، زائد ان بالصلاه على سيدنا النبي الحمد لله بقى عندنا جريل كبير دلوقتي للحواوشي وللشاورما، وعندنا دلوقتي قلايه زيت هي. بقى الموضوع يعني طول ما الانسان بيخلص لله سبحانه وتعالى، اصل دي حاجه ربنا، طول ما تخلصي لله سبحانه وتعالى فيها ربنا يزيدك. فالموضوع مش بتاعنا يعني، ومش قصتي، بتاعته هو الحمد لله رب العالمين. انتوا مطورين ما شاء الله، بس بتقفي بنفسك برده وتعبي وتجهزي معاه. اصل هقول لك على حاجه، الموضوع الخدمه ده نعمه يعني، لما الانسان يكون خدام كده دي نعمه من ربنا علينا يعني والله. هم لو يديني الفرصه ان انا امسح معاهم همسح معاهم، هم مش ما بيرضوش يعني. في ريحاتي برده مش بتعبي كتير يعني. الحمد لله على جيب ربنا والله، اللهم لك الحمد. وانا بقى تفتحي المطعم بتاعك امتى؟ بيد ربنا، دي بقى نفسي يبقى عندي مطعم، نفسي ومن عيني يبقى عندي مطعم. يعني بسأل ربنا بالليل وبالنهار يبقى عندي مطعم كبير زي المطاعم الكبيره. نفسي والله. ايه الاصناف اللي هتقدميها فيه بقى؟ لا ما هي دي بقى يعني، لو ربنا املي كله ان انا يبقى عندي مطعم كبير وعندي كل الخير بتاع ربنا، والناس الغلابه تخش تقول لي انا عايز اكل لحمه، عايز اكل فراخ، عايز اكل سمك، اللي نفسها فيه تلاقيه عندنا في المطبخ. كل اذن فيه ببلاش. اه والله نفسي والله، اللهم لك الحمد. وانا عندي يقين بالله ان ربنا هيقف معايا زي ما خلاني 35 سنه في الشوارع، اكيد هيجي لي يوم برضو وهيبقى عندي مطعم كبير باذن الله تعالى. مش هيأس من رحمه ربنا ان انا اجيب لحد يجيب لي مطعم كبير باذن الله تعالى. طب ايه السر في حب الناس للاكل بتاعك؟ عشان ده اكل ربنا فطعمه حلو يعني، ده اكل ربنا سبحانه وتعالى. ايوه مش بتاعنا، ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى ده. فلازم الناس بتيجي تقول لي والله العظيم يا حاجه احنا هنا لما بناكل لقمه عندك هنا يبقى لها طعم ثاني خالص. اقول لهم سبحانه، اللهم لك الحمد، نعمه من نعم ربنا علينا. الجبنه يعني عيش وجبنه، قلت لي ان الناس بتحب الجبنه. ايوه بص اقول لك على حاجه، صلي على النبي، لو الناس جعانه دلوقتي وداخله جعانه، مش يعني انا جعان اي لقمه تديني بقى جبنه اي حاجه هشبع بيها، المهم ان انا الناس الطيبه دي ما تمشيش جعانه من عندي. سندوتش الجبنه وكوبايه الشاي خلاص خلص الكلام يعني، الجعان مش ضروري ياكل لحمه يعني. ايوه ولا ايه؟ طبعاً. يعني احنا في بيتنا يعني ما كل بطلت المحب ايه؟ الله الله، اللهم صل على حبيب النبي. اي خروف، بصي احنا في بيتنا يعني هناكل لحمه كل يوم؟ لا طبعا. فاحنا ماشيين في الخدمه هنا زي ما يكون بيتنا بالظبط، ربنا يديهولنا احنا شغالين بيه، اللهم لك الحمد، ربنا ديما علينا يا رب، يجعلنا دايما خدامين باذن الله تعالى. احنا بنقضيها ايام والله يا جماعه. تحبي تقولي ايه بقى للناس اللي بتتفرج عليك والناس المحبه للعمل الخير؟ يعني تحبي تقولي لهم ايه وتشجعيهم ازاي؟ والله انا نفسي كل الناس تخلص لله سبحانه وتعالى وتعمل خير، ربنا يديها خير. كل اللي يعمل خير ربنا يهدي له خير والله، لان اصلا الدنيا ما تستاهلش. الموضوع صعب يا جماعه قوي، احنا اصلا يعني بنقضيها ايام يعني، مش محتاجه ان احنا نسرع على الدنيا ولا نكره الخير لغيرنا ولا حاجه بسيطه يعني، كل واحد يفرج من والله. لو طبق، طب لو واحده عملت طبق طبيخ زياده حلتها وطلعته لجارتها، اقسم بالله هي عملت احلى خير في الدنيا يعني. فربنا يقدر الناس على الخير دايما يا رب يا رب. يعني زي ما احنا شايفين متابعين تحيا مصر الحاجه عزيزه، طبعا غنيه عن التعريف، مش كل يوم هنعرف ونقول الحاجه عزيزه لان هي طبعا معروفه، ولكن احنا دايما بنجدد اللقطات، نجدد لقائنا مع الحاجه عزيزه عشان نشوف التطور اللي هي بتوصله كل يوم. ان شاء الله تضيف جديد على المطبخ بتاعها، بتعمل اكلات اكتر بحيث انها ترضي جميع الاذواق، حبا في العمل الخير وحبا في الناس زي ما احنا شايفين، حبا في الله سبحانه وتعالى وحبا في الحبيب صلى الله عليه وسلم وآل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. علي أفضل الصلاة والسلام. أنا بعشق آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. علي أفضل الصلاة والسلام. يعني ربنا يزيدهم ويبارك زي ما احنا شايفين. بكده نكون وصلنا لختام اللايف بتاعنا، أشكركم على المتابعة، كانت معكم نوال مجاهد وإلى اللقاء.